لا تنسى الإعجاب بالفيديو واترك تعليقا لنعرف رأيك. شارك هذا الفيديو مع أصدقائك ولا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أي من العلوم هو الأقدم في تاريخ البشرية؟ ما هو نظام الحكم المتبع في اليابان؟ ما هي أكبر قارات العالم مساحة؟ من الذي اخترع المصباح الكهربائي؟ ما هو الشكل الذي تبدو عليه مجرة درب التبانة؟ ما هو أثقل الحيوانات في العالم؟ ما هو الاسم الذي يطلق على البترول؟ ما هو أطول نهر في العالم؟ مما يصنع الزجاج؟ في أي دولة تم لأول مرة صناعة كسوة الكعبة؟ إلى ماذا تتحول اليرقة؟ متى وقعت الحرب العالمية الأولى؟ متى وقعت الحرب العالمية الثانية؟ ما هو اسم أبو جهل؟ ما هي أكبر دولة من حيث المساحة في إفريقيا؟ ما هو أصغر كواكب المجموعة الشمسية؟
حيوان مفترس إذا أصابه الجوع أكل صغاره، فما اسم هذا الحيوان؟ أي من أعضاء الجسم يستهلك 40% من أكسجين الدم؟ كم عدد دول الاتحاد السوفيتي التي تفككت عنه؟ من هو أول رئيس وزراء عراقي؟ متى حفر أول بئر بترولي في العالم؟ ما هي أكبر مدينة إفريقية؟ ما هي أكثر المواد فعالية في البيض؟ ما هي أول جامعة أقيمت في العالم؟